يبقى ده المشهد اللي بيتكلم بيروح وبيطردوه بيحاولوا يقبضوه عليه. خلينا نبدأ مباشرة في الاتصالات. معنا مهندس بدران من ألمانيا، محمد من إيطاليا، محمد من قنا، وأبو أحمد من مصر، وأم محمد أيضا من مصر. مهندس بدران أهلا بيك. يا سلام عليكم دكتور أسامة. أهلا وسهلا يا فندم. ألو، اتفضل أنت على الهواء. طبعا دكتور أسامة، طبعا اتمحت تماما يعني. ليه بتقول كده؟ مش 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 الله يا الله انت منه بعيد يعني، ومن قبل كده كمان هم بدا واحد من معزين ان هو تماما يعني. وطبعا زي ما انت عارف قبل كده، زي ما انا قلت برضه، ده مخطط من الشعب المصري كله يجوع يعني. وبس اللي هتبقى في الاخر بس هي 5% تقريبا الطبق المنتفع حوالين البعيد، ودول اللي هم دول المنتفعين. وغير كده كله بقى هي يعني مخطط ليه ان هو ما يعيش حتى لقمة العيش كلها زي ما بنقول يعني. شكرا جزيلا ليك بدران من المانيا. محمد من ايطاليا اهلا بيك يا محمد. ازيك يا دكتور اسامه؟ اهلا وسهلا. انا عايز ايه الاول، خلي الناس كلها بتسمعني وحضرتك والقناه كلها، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا صهيوني، كله يحسب معايا الاول. بص يا سيدي حضرتك، البلد خلاص الشعب دمره، كل فلوس البلد، حسني مبارك كان بيسرق حاجه بسيطه، ده خد البلد كلها في جيبه، احنا فهمنا ووعينا وخد الفلوس. وطبعا ايه بين الغني والفقير، المتوسط انتهى دلوقتي. فأرجو من الشعب طالما فهم ووعى كده، كفاية كده، ويخلوا بالهم من نفسهم ويبدأوا يتحركوا. شكرا جزيلا محمد من إيطاليا أشكرك. محمد من قنا أهلا بيك يا محمد. وعليكم دكتور أسامة. عليكم السلام. أشهد الله أني بحبك في الله الأول يا دكتور. ربنا خليك يا محمد. حضرتك أنا شغال مندوب مبيعات. دكتور أسامة معاك يا محمد، اتفضل. بقول لك أنا شغال مندوب شركة البيعات. أيوة. أنا المحلات اللي كنت شغال عليه حضرتك 40% منها قفل. فدلوقتي الطبقة الوسطى حضرتك مفيش حاجة اسمها طبقة وسطى. إحنا كلنا واخد بالك بينا، واخد بالك على باب الله. يعني 90% من الشعب حضرتك إلا من رحم ربي مش عايش يعني. النهاردة لو مؤاخذة ما حدش عارف يعيش. الطبقة المتوسطة دي انتهت يا دكتور أسامة. فاحنا بصراحه يعني احنا الله يعيننا بصراحه، الله يعين الشعب المصري. لان انا مش عارف اقول ايه بصراحه، لان كله بيشتكي، والاسبوع كلها الناس بتتكلم بعضيها في رسائل يا دكتور. كل يوم في زياده كل في زياده، وبعدين ما لهاش نهايه يا دكتور. يعني طب احنا هنروح لحد فين؟ هنوصل لاخر درجه فين يعني؟ وبعدين الراجل ده سبحان الله حسبي الله ونعم الوكيل في من 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 رشاح يا دكتور، ومن عيده يا دكتور. هو الراجل ده كان صريح من الاول، انا ما بعيش حاجه اديها لكم، انا عايش حاجه اديها لكم، انا هاخد كل اللي في جيوبكم، هتدفع يعني هتدفع. فخلاص الراجل ده يفتش الغلابه قبل ما يفتش الناس الكبيره بتملى كروشها على حساب الغلابه اللي هو الطبقه الوسطى والطبقه الفقيره المعدومه. طب ياخد من الغلابه يدي للاغنياء واللي هم الحاشيه بتاعتي يا دكتور. ومحدش مظلوم في الدنيا دي كلها قد الراجل الغلبان اللي حياته شغال يوم بيوم يا دكتور. شكرا جزيلا ليك يا محمد من هنا. معنا ابو احمد من مصر، اهلا بيك. تحياتي لحضرتك يا دكتور أسامة والفريق برنامج آخر كلام. أشكرك. والله يا فندم الإجابة على سؤال حضرتك دلوقتي هي الطبقة المتوسطة انتهت وأبيدت بفعل فاعل وتحولت إلى طبقة فقيرة. يعني بسبب ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم، وده طبعا بسبب سياسات حكومة الفرد الواحد والرأي الواحد، والأسعار أصبحت خيالية. فاصبحت الاسعار دلوقتي مش ما ينفعش، ما بقاش في متناول لايد الفقير والمتوسط. يعني طبق البيض ب 100 جنيه، ازازه الزيت ب 65 جنيه، كيلو الرز ب 25 جنيه، السكر ب 20 جنيه، المكرونه ب 20 جنيه. الاسعار دي تناسب الجماعه الغنايه، انما المتوسطه خلاص نزلت، ما بقاش بتقدر على الاسعار دي، فنزلت للطبقه الفقيره. وبحيي حضرتك على اسلوبك في سرد المعلومات، وحيي حضرتك على توجيهاتك
الجمل معينة بتوجهها أنت للنظام بتبقى بمثابة ضرب تحت الحزام وقصف جبهة، بس الحذق يفهم من النظام ده ما عايزنيش إن هو بيفهم. لو بيفهم ما كانش خد البلد للدمار اللي هي وصلت له ده. دول شوية بهايم ومش هيفهموا إلا بعد البلد دي ما تولع. طيب. وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. شكرا جزيلا يا ابو احمد، بشكرك على كلامك وبتحفظ على الشتيمه اللي قلتها في اخر مداخلتك، ما كان لهاش لازمه الحقيقه، لكن بشكرك على تواجدك معنا. ام محمد من مصر، اهلا بيكي. ازيك يا دكتور اسام؟ اهلا وسهلا. ازيك يا دكتور، عامل ايه؟ بخير والله. والله يا دكتور، والله يا دكتور اسامه، لا عاد لا عاد طبقه من اللي هي الوسط دي ولا عاد الكلام ده كله. يا دكتور اسامه، الناس بتموت بجد، بتموت الناس اللي ملهاش معاشات وعايشة على فيض الله كده، يعني هتعيش ازاي؟ يا دكتور أسامة، العدس بستين جنيه وكرتونة البيض البيضة باربعة جنيه بقت بمية وعشرين جنيه الكرتون. يا دكتور أسامة، أنا الربع كيلو الفلفل الأسود بخمسين جنيه، الربع كيلو الكمون بخمسين. طيب أم محمد فقدنا الاتصال معاها. أبو علي من مصر، أهلا بيك ابو علي. السلام عليكم يا دكتور. السلام عليكم يا دكتور، اهلا بيك. يا دكتور، حضرتك كنت عامل حلقه على قناه الحوار لو تفتكر قبل المكملين، عن تقدر تعيش بكام في مصر تقريبا. انا دخلت في الحلقه دي. اسال الناس دلوقتي يعيشوا بكام، لما 2700 جنيه الحد الادنى الاجور يعني حوالي 90 دولار، والناس يقول لك في اوروبا بتشتغل الساعه ب 14 دولار، يعني يومه يعمل 120، لو اشتغل 8 ساعات ب 120 دولار قد اللي بيشتغله الموظف في مصر شهر ونص. ويجي يقول لي البنزين في اوروبا بكذا، يا عم عاملني زي ده. طيب هو اشمعنى البنزين في مصر؟ تقول لي لا ده مش سعر عالمي، والاكل مش سعر عالمي، والدواء مش سعر. هو اشمعنى المرتب اللي مش سعر عالمي، والكهرباء سعر عالمي؟ احنا دلوقتي كل يوم بتصحى تتفاجئ، يعني فاتوره الميه في العماره اللي انا جاي قاعد فيها كب الجنه 1500 جنيه، والله يا دكتور اسامه جايه 11400 وشويه. ليه 11000؟ ليه احنا بنعمل ايه بالميه؟ بنزرع؟ لا يا دكتور، العيشه بقت في مصر الناس، انت ما تلاقيش اتنين قاعدين على كافيه لما يتكلموا في موضوع الاكل والاسعار، ما فيش حد بيتكلم في حاجه ثانيه. هم معاهم فلوس يقعدوا على كافيه كذا، يعني هم بيتكلموا على اسعار وهم قاعدين على كافيه بيدفعوا قد كده. معلش برضو، ما بص يا دكتور اسامه، انا مش بقول لك ان كل بيقعد، لو قعد حد اتنين مع بعض في اي حته في مواصله ما بيتكلموش غير على الاسعار. لو اتنين راكبين ميكروباص ما بيتكلموش غير على الاسعار. لما انا اجي انزل بهزر مع بتاع الفراخ في التليفون، بقول له ابعت لك فراخ، بقول له لا ابعت لي رجول، قال لي ب 20 جنيه، اقسم بالله قال لي كده ب 20 جنيه، قلت له رجول ب 20 جنيه؟ قال لي ايوه ب 20 جنيه. ليه؟ طب الناس هتجيب ايه يا دكتور اسامه؟ هتاكل ايه؟ لما كل حاجه تغلى ما تاكلوهاش، طب ناكل؟ طب ما كل حاجه غليت. كل حاجه غليت، اشمعنى دي؟ لا ده انا ما تسمعوش كلام حد غيري، ما تسمعوش ايه في ايه؟ ما نسمعش ليه؟ هو احنا انت خليتونا جهله. خليتوا الشعب من الفقر بقى جاهل. طب ما جاهل ده انت، يعني ايه شاب يقعد يتكلم على الاكل بس يا دكتور اسامه؟ ما بيتكلمش على علم ولا تطوير التعليم ولا الصناعه ولا ازاي نعمل اكتفاء ذاتي من كذا، الكلام ده الشعب ما بيتكلمش فيه. خلى الشعب كله لا مؤاخذه لا مؤاخذه، يعني احنا والمواشي حاجه واحده، بناكل بس، نفكر في اكلنا بس. بشكرك جدا يا ابو علي. شكرا جزيلا. ابو علي قال نقطه مهمه قوي، لو انت بتقارني بدول العالم كلها ما تساويني بالمرتب بتاعهم كمان. لو انت طالع دلوقتي القنوات بتاعتك بتعمل تقارير عن مشاكل بريطانيا، مشاكل فرنسا، مشاكل امريكا، المشردون مش عارف فين، اوكي تمام في مشاكل صح، كلمني عن مرتبات الناس دي يا عم. كلمني الدكتور في بريطانيا بياخد كام والدكتور في مصر بياخد كام، المدرس في بريطانيا بياخد كام والمدرس عندك بياخد كام. كلمني عن الاعلام اللي بيحاسب رئيس الحكومه وبيجبر رئيس الحكومه على الاستقاله ببريطانيا، وعن الاعلام اللي طالع يطبل للرئيس، قال الرئيس عاد احنا معاه هنا ومعاه هنا ومعاه هناك. قرنوا يا جماعة، قرنوا، بس قرنوا بالصورة كاملة على بعضها. معنا عادل من إيطاليا، أهلا بك يا عادل. طيب محمد من بريطانيا، أهلا بك يا محمد. يا دكتور أهلا وسهلا. أخبارك يا فندم؟ الحمد لله بخير. أنا واحد من الناس والله اللي ساب البلد كلها، ساب الجمل بما حمل زي ما بيقولوا. فيعني الواحد والله فعلا ربنا يكون في عون الناس اللي في مصر، يعني والله الله المستعان. لا معلش محمد، كلمني بقى عن بريطانيا شوية، لأن هم بيقولوا إحنا عندنا مشاكل في بريطانيا كبيرة جدا، المرتبات، الإضرابات، الأسعار زادت، حطوا إقفال على اللحمة والجبنة في المحلات لأنها بتتسرق، وبالتالي في أزمة عالمية يا جماعة، وبصوا على بريطانيا وفي مشاكل كبيرة جدا. فأنت في بريطانيا فياريت ترد يعني. لا يا فندم، لا يا فندم، ما فيش الكلام ده خالص يا فندم. هنا المقارنة بالنسبة للمنتجات الغذائية وأسعار الفاكهة وأسعار
الحاجات الأساسية زي البيض واللبن وكل حاجة فندم أرخص أرخص كتير يعني، أو على الأقل خالص في متناول. لو أنت جيت هتقارنها في متناول المواطن البسيط جدا هنا، المواطن اللي هو بياخد معونة مثلا من الدولة، اللي هو المواطن العادي جدا، كل المتطلبات الحياة بالنسبة له متاحة جدا وعادي جدا ومفيش أي مشاكل يعني. أنا كنت شغال في مصر موظف حكومة، تمام؟ فيعني كان مرتبي والله بيخلص بأمانة يعني، بكل أمانة وربنا شاهد على كلامي يعني، كان المرتب بتاعي بيخلص في خلال أسبوع بالظبط. ده سنة كام؟ سنة كام الكلام ده يا محمد؟ نعم؟ سنة كام كان بيخلص في أسبوع؟ يا فندم أنا جاي هنا بقالي مفيش ما كملت السنة. يعني ده قريب يعني. يا فندم أنا ما كملت السنة. طيب أسألك سؤال، هل حياتك دلوقتي أحسن من مصر؟ والله يا فندم طبعا على الأقل مش ناعي هم الدنيا، على الأقل بعيد عن المشاكل، على الأقل خالص يعني، يعني مفيش مسؤولية محطوطة على دماغي لازم أتربط في ساقي 24 ساعة. أنا كنت بخلص شغلي بتاع الحكومة، تمام، أطلع أشتغل شغلي تاني، أروح خلصان وهكذا في دوامة يا فندم، فاهمني؟ فيعني على الأقل خالص يعني شلت دماغي من الدوامة دي شوية. حضرتك معايا؟ معاك. الناس في مصر يا فندم، الناس في مصر، انت عشان معلش يعني لو انت عندك بيت وأسرة مكونة، خلي البيت ده مكون من فرد واحد، تمام، وانا وزوجتي مثلا، تمام، وموظف حكومة سي مثلا في مدرسة، في مدرسة او في مستشفى، في اي وزارة يا فندم من وزارات اللي هي المرتبات بتاعتها ضعيفة يعني، هل بيت مكون من فردين وطفل يقدر يعيش يا فندم مرتب حكومة في حد شغال في الصحة أو شغال في التربية والتعليم أو في المحليات؟ مستحيل يا فندم، مستحيل الكلام ده، لازم يشتغل شغلانة واثنين وثلاثة كمان، ولازم كل يوم يتسحل، فهمني، عشان يقدر يوفر الأكل والشرب ومتطلبات الحياة يعني. بشكرك جدا يا محمد، شكرا جزيلا ليك. معنا أحمد من مصر، أهلا بيك يا أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام. أحمد انت على الهواء. انا اشتغلت في قطاع خاص والحمد لله دخل كويس، لكن الفترة الأخيرة دي كل الناس تعاني. انا كنت رايح قريب، لاحظت ملحوظة غريبة، الناس اللي أكل وشرب بس مش حاجة تاني. أحمد أنا بعتذر لك جدا يعني، لأن الصوت الحقيقة مش واصل، وبشكرك، ياريت حاول تتصل مرة تانية. في أحمد كمان من مصر موجود معنا، كان في أحمد كمان من مصر. طيب مصطفى من مصر، أهلا بيك. زي حضرتك؟ الحمد لله بخير، أهلا وسهلا. تحياتي لحضرتك يا دكتور أسامة، وأنا والله بعز حضرتك جدا وبحترم حضرتك جدا جدا. ربنا خليك يا مصطفى. والله يا دكتور عايز بس يعني أنا ممكن أقول رأيي مخالف شوية. يا ريت. أنا والله مش بقول لك أنا زعلان على اللي إحنا فيه، أنا فرحان جدا، لأن إحنا من فترة طويلة جدا، من سنين طويلة، أنا أولا ما بعتبرش نفسي إخواني نهائي، عشان ما حدش بس زايد عليا يعني، أنا إنسان طبيعي جدا مصري بس، ولا إخوان ولا بنتمي لأي طبقة من الطبقات اللي موجودة أو أي جماعات موجودة في مصر ولا أي طيارات. لكن إحنا حذرنا الناس من الأول خالص، إحنا كأشخاص يعني بنعتبر نفسنا متعلمين، حذرنا الناس من اللي حصل في مصر من سنة 2013، وحذرنا الجيران والمعارف والأصحاب، وللأسف الشديد الناس كانت ضد رأيي بطريقة بشعة لدرجة العنف يعني. فلما حصل اللي حصل لحد النهاردة، أنا ما تزعلش مني يا دكتور، والله يمكن الناس تزعل مني يعني، لكن أنا شمتان في أي حد كان وقف ضد حاجة كانت المفروض قلنا إن هي لو كويسة هنسقف لنديا، وبتكلم على الإخوان، قلنا ساعتها لو عملوا حاجة كويسة هنسقف لهم، لو عملوا حاجة تضر البلد أو تضر الناس هنوقف ليهم. لكن برضو الناس العادية، وللأسف برضو الطبقة الفقيرة، كانت من الطبقات اللي كانت واقفة بطريقة غريبة ضد الإخوان، الله أعلم إيه السبب أنا معرفش، لكن اللي إحنا فيه دلوقتي أنا بحمد ربنا فيه إن أنا
طلعت ان انا احساسي ان انا على حق الحمد لله يعني، برغم ان كان في الاول خالص معظم الناس او اغلب الناس مصطفى كانت مع النظام. ايوه دكتور معلش انا هسألك كم سؤال. اتفضل يا دكتور. انت زعلان من الناس عشان ما وقفوش مع تجربة ديمقراطية مش كده، وعشان أكيد دعموا وعشان دعموا نظام انقلابي انت حذرتهم منه مش كده؟ اكيد. طيب. اكيد يا دكتور. كويس قوي كويس قوي. زعلان منهم ان هم ما عملوش ده او دعموا ده عشان ايه في الاخر؟ يعني انت زعلان منهم ان هم ما دعموش الديمقراطية ودعموا الانقلاب عشان ايه؟ عشان دي كانت تقريبا اول مرة في تاريخ مصر ان احنا نحس ان احنا احرار وبنختار بنفسنا كويس وبنقول راينا براحتنا في الشارع وفي اي مكان وفي وسيله مواصلات. كل اللي انت قلته ده عشان ايه برضو؟ عشان ايه اكبر احنا كلنا كنا بنتمناه وبنحلم بيه؟ كنا نتمنى العيش والحريه والعداله الاجتماعيه وكل حاجه فيها ديمقراطيه. كويس. عشان خاطر ولادنا. الله الله يعني برافو عليك. عشان خاطر ولادنا، عشان خاطر بلدنا، عشان خاطر المستقبل. اكيد. عشان خاطر البلد صح؟ لان احنا مش هنعيش كويس. قد اللي جاي. كويس. جميل. احنا خلاص قربنا من 50. يبقى احنا بنزعل، مش هنعيش اكتر من اللي جاي. جميل يا مصطفى. يبقى احنا بنزعل من الناس وبناخد مواقف وفقا لمصلحه البلد، ان احنا ايه اللي بيخدم بلدنا اكتر، فاحنا بنتضايق وبنفرح وبنصاحب وبنعادي عشان القصه دي. جميل جدا. احنا خدنا الموقف ده وانت خدته في 2013 وزعلت من الناس عشان خاطر ما دعموش الديمقراطية والتجربة الديمقراطية اللي هي كانت في مصلحة البلد، ودعموا نظام مجرم انقلابي وصلنا للمصيبة اللي احنا فيها. جميل، كتر خيرك، ربنا يتقبل منك مواقفك دي. لكن لما تيجي دلوقتي تقول انا شمتان انا مبسوط، فانا هسألك نفس السؤال يا مصطفى. حال البلد دلوقتي اللي احنا اصلا بنزعل وبنعادي وبنبسط عشانها وبناخد مواقف عشانها، يخليك تبقى شمتان في حد؟ والله يا دكتور انا من الناس اللي بعاني، وبعاني اكتر من الناس كمان. لان انا كنت في وضع معين ما كنتش حابب اقل عنه، لكن للاسف انا قلت عنه كتير جدا لدرجه ان الاحتياجات الاساسيه لاولادي ما بقتش قادر عليها. انا مش هكدب على حضرتك يعني. كويس. لكن انا بقول يا رب، يا رب يكتبها في ميزان حسن يا رب. ممكن ترد على سؤال يا مصطفى؟ حال البلد الكبير دلوقتي، المشهد العام، في اي حاجه فيه تخليك تبقى شمتان؟ اكيد لا. والله يا دكتور هو حال البلد عموما، انا عمري في حياتي ما تخيل ان مصر توصل للمرحله اللي هي فيها دلوقتي. يعني عمري حال في حياتي ما تخيل زعل صح، حال يقهر مش كده؟ نعم يا دكتور. الحال بتاع البلد دلوقتي يزعل ويقهر، ما يخليناش شمتانين مش كده؟ يزعل ده كلمة يزعل دي حاجة بسيطة جدا والله. طيب. أنا أقول لك يا مصطفى، من أعظم دول العالم يا دكتور. جميل، وأنا موافقك جدا، وبقول لك يا مصطفى أنا مختلف معاك، سعيد بالنقاش طبعا معاك جدا. كانت تستحق أفضل مليون مرة. البلد تستحق أفضل، وهتوصل للأفضل ده لما إحنا وانا وانت واللي زينا كتير وبيتفرجوا علينا، اللي همهم البلد، اللي بياخدوا مواقف عشان خاطر البلد، اللي بيزعلوا وبيفرحوا وبيصاحبوا وبيعادوا عشان مصلحة البلد مش عشان مصالح شخصية زي المجرمين اللي بيحكموا دلوقتي. الناس دي ما ينفعش تبقى شمتانة في مشاكل بتطال الشعب المصري كله، حتى لو كان من الشعب المصري ده جزء ما دعمش الديمقراطية ودعم الانقلاب. المفروض اللي زيك يا مصطفى، وانا عارف ان دي حاجة صعبة وما هيش مثالية يعني، بس هو اجتهاد صعب قوي ان الناس توصله، المفروض ان احنا دايما نبقى باصين للصورة الاكبر، ان هي فكرة في مصلحة للبلد، فاحنا مش شمتانين في حد، العكس احنا مشفقين على الناس كلها. احنا عايزين مصر يحكمها حد يستاهلها، عايزين مصر يجي لها نظام ديمقراطي الناس اللي مختاراه، وده مش هيحصل يا مصطفى لو احنا شمتانين في بعض وفرحانين في بعض وبنعاير بعض. انتوا دعمتوه فانتوا تستاهلوا، وانتوا انقلبتوا فانتوا تستاهلوا. انا بشكرك جدا، واتمنى الرسالة تكون وصلت، والحقيقة النقاش معاك جميل يا مصطفى. ممدوح من قطر، اهلا بك يا ممدوح. تحياتي ليك ولكل برنامج وكل ضيوفك يعني. تحيه ليك. الله يخليك. والله انا ليه يعني رايي في اللي حاصل في مصر ده. اتفضل. يعني بتفق في جزء مع الاخ اللي اتصل قبل مني استاذ مصطفى، ان ده نتيجه يعني ان بعض الناس ما وقفتش وايدت اول تجربه ديمقراطيه في مصر واول حكومه مدنيه في مصر.
كانت ممكن حتى لو أخطأت، وليها أخطاء لأن هم مش أنبياء ولا ملايكة، كل الناس ليها أخطاء، بس أخطائهم سهل تقويمها بمجلس الشعب، بمعارضة عادية، بأن احنا بننتخب ناس غيرهم في الانتخابات الجاية، نجيب ناس تانيين، سهل. لكن اللي احنا فيه ده وضع قائم، يعني أكن لازم ترضوا بالوضع الحالي، غلا لازم ترضوا بيه، اللي يفتح بقه لا انت إرهابي، اللي يسكت ويجوع خلاص يسكت لحد ما يجوع والوضع يزداد سوء. وبعدين لازم يبقى، يعني انا شايف يعني ان الوضع كل ماده مع السياسات الاقتصاديه الحكومه ديت والنظام ده عاملها، اخرها تحصين القرارات بيع اصول الدوله ضد اي طعن في المحكمه الدستوريه. يعني لو بكره الصبح صحي باع الموانئ ما حدش يقدر يعترض، باع الجزر ما حدش يقدر يعترض، باع قناه السويس ما حدش يقدر يعترض. فاصبح حتى لو النظام ده مشي هيصبح ان احنا واولادنا بعد كده يعني ضيوف عند الناس اللي مشترين للاصول دي او شغالين بالبلدي كده خدم، يعني من الواحد ما بيحبش يقول كده خدم عند الناس دي. يعني طب بدل ما كنا بنبيع الاصول ليه ما يستعنوش بالمصريين اللي في الخارج، نعمل صندوق اسهم زي اللي كان ايام الدكتور مرسي رحمه الله عليه، مشروع مثلا السقوق او الاسهم، نعمل شركات مساهمه يشارك فيها المصريين اللي في الخارج، يعملوا لهم اعفاء من الجمارك العربيه، بقى العربيه ب $1,000 مش تدفع 10 او 15,000 دولار ودخل عربيه بدل ما تدخل 100,000 سياره هتدخل 3 مليون. وبرضه هتمنع السيارات اللي بتيجي من بره السياره ب $50,000 وب $60,000 شويه هوامير وناس حيتان واخدين التجاره دي ليهم. لا انت كده هتوفر استيراد السيارات بالغاله دي، جات لك من بره واحد مصري بره دفع ثمنها وجابها. اعمل مشروع استصلاح اراضي، مشروع عملاق وعملوا اسهم الشعب كله يكتتف فيها، لو كل سهم ب 1000 جنيه وشارك فيها المصريين اللي في الخارج، شارك فيها الناس اللي في مصر مقتدرين، وشغل فيهم شباب وشغل حبش، نبني كباري وعاملين هد بيوت الناس ونبني كباري وما لهاش اي لازمه، ولا هنفك الكباري لو جوعنا لا قدر الله، الف بعد الشر على مصر وشعبها، لو جوعنا وفي الايام الضنك دي هنفك الكوبري وناكل الطوب، ولا يبقى عندنا مصنع اكبر مدينه صناعيه، عندنا اكبر مجمع دواجن او ثروه حيوانيه، عندنا مزارع قمح شعير، نعمل نحل ازمه الاعلاف. يعني انا مش عارف يعني هم الناس دي ما لهمش في الاداره ولا في السياسه ولا في الاقتصاد، ادي العيش لخبازه، هات ناس بتفهم. انا راجل دكتور دلوقتي اروح اشتغل الكهربائي، ينفع الكهربائي يجي يعمل عمليه جراحه؟ شكرا جدا يا ممدوح، شكرا جزيلا. الناس دي لا بتفهم في التجاره ولا الاقتصاد ولا السياسه، ادوا العيش لخبازه. هدي والله جملة تتبرو زي ممدوح وتتبعت لعب فتح السيسي يمكن يفهم. أحمد من مصر، أهلا بك يا أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام دكتور أسامة، تحياتي لحضرتك والفريق البرنامج. شكرك والله، يديني فرصة للكلام يا دكتور أسامة. تفضل. يعني ألخص الموضوع كله، اللهم لا شماتة ولكن واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فالكل في الهوان والجوع والظلم والذل. يا دكتور أسامة، ربنا يقول في القرآن إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. دكتور أسامة، دي عصابة، مجرم فاجر، بيهيأنا من فترة من 3-4 سنين ايه في لقاء على الملأ، هنجوع يعني نجوع بس نبني مصر. ومن 3-4 شهور قاعد مع برضو مع فبيقول لهم النبي والصحابة في شعب أبي طالب إيه، ما كانوش لاقين يأكلهم، والصحابة ما قالوش هات لنا ناكل ونشرب. لا، ده أكلوا أوراق الشجر، فهو الوقت بيهيئنا الأكل أوراق الشجر. فمننا الوقت من المصريين يلحق يأمن له على شجرتين. شكرك جدا يا أستاذ أحمد من مصر، شكرا جزيلا. أبو أحمد من فرنسا، أهلا بيك. أبو أحمد من فرنسا، أهلا بيك. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام، تحياتي لحضرتك. بالنسبة للطبقة الوسطى، أنه أنا أخويا من الطبقة الوسطى حاليا، لو أنا ما ساعدتوش يقع، حرفيا يقع فعلا،
يعني الطبقة الوسطى انتهت. أنا بس عايز أقول حاجة، يعني كان نفسي أقولها من 10 أيام، إنه لأن أنا يعني ما ببقاش مبسوط لما بنقول على الراجل ده فاشل وهو مش فاشل، لما بنقول عليه ديكتاتور وهو مش ديكتاتور، لما بنقول عليه هو طمع في الحكم وهو ما طمعش في الحكم، ولكنه مكلف، يعني كنيته المفروض تبقى المكلف. وعليه أنا هقتبس، يعني هاخد دور حضرتك في آخر كلام النهاردة وأقول إنه صراخ الشعب يطرب المكلف، صراخ الشعب دليل نجاح المكلف، صراخ الشعب بيخلي المكلف يرفع سماعة تليفونه اللي هم مكلفينه ويقول لهم يا خلاص يا جماعة الشر أنا خلاص أديت المهمة ورسخت الغمة والشعب بيأكل طين، خلاص بقى أنا عايز أمشي عشان العمر ما عادش فيه كتير، عايز أتمتع بكام مليار اللي أنا أخدتهم. فبيردوا عليه ويقولوا له يعني خليك أنت، حد داخلك على طرف يقول لهم لا، حد زقك من على الكرسي يقول لهم لا، قالوا خلاص خليك قاعد لغاية ما يمكن شمال يمين يمكن لسه في حاجة ما دمرتهاش تدمرها، احنا عايزين البلد دي يكون تراب. في حاجتين هيحصلوا يا دكتور ان شاء الله، يعني ده تقديري. الحاجة الاولى ممكن تلغيها الحاجة التانية. الحاجة الاولى ان العقاب نازل لا محالة، لاننا اخطأنا خطأ كبير جدا، خطأ كان متعاز دم، فلازم هندفع الثمن. اللي يشيل ده زي ما المشايخ بيقولوا ان ما بتنزلش معصية الا ما بينزلش عقاب الا. أبو أحمد، طيب شكرا جزيلا. أبو أحمد من فرنسا معنا، أم حازم من مصر، أهلا بيكي. إزيك يا دكتور إسام؟ الحمد لله، أهلا وسهلا. أنا مصرية وهو يعني مش أنا فرحانة باللي بيحصل بصراحة. فرحانة ليه بقى؟ لأن إحنا عيالنا بقى لها 9 سنين في السجون، ودلوقتي بيتكلموا على الأكل والشرب ومحدش كان حاسس بعيالنا، ولغاية دلوقتي محدش حاسس. أنا لما بقابل كده في المواصلات وبقول لهم أنتوا مش أنتوا كانوا جايين بيتكلموا في الأكل والشرب، بقول لهم يا جماعة أنتوا ما تعرفوش حد، يعني أولادنا في أولاد في السجون أنتوا ما تعرفوش عنهم حاجة وكده، محدش عارف حاجة عن الناس اللي في السجون. جايين دلوقتي بيتكلموا على الغلا. أنا فرحانة بالناس دي. أنا كان قدامي في العمارة ناس بترقص لي وتسلم الأيادي، فرحانة فيهم دلوقتي. بقهم ما بتفتحش، المية الكهرباء كل حاجة، كل حاجة دلوقتي أضعاف أضعاف، ما فيش حد بقه بيتفتح. ها وحسبي الله ونعم الوكيل. ده احنا موضوع البقى اللي أولادنا اللي في السجون دي عاوزين يتعمل لها حلقات. احنا ما حدش محروق قلبه زينا، ما حدش دفع ثمن زينا، والدم غالي ولسه هيدفعه، ودي بداية، دي بداية. احنا الدم غالي، ناس اتعدمت جوه السجون كنا نعرفها. انا ما كنتش اعرف سجون، وابني 17 سنة اتمسك ما كناش نعرف في المواضيع دي حاجة. بقالي 9 سنين دايرة في نفس الدايرة، دايرة ملهاش اول من اخر، لفيت كل الدنيا، فيش حد، ما حدش واقف. ايه سياسي؟ لا لا لا، ما انت عارفه لو قتل كنا مطلعهولك. وما حدش فيهم، ما فيش حد في الشعب دوت حاسه ان احنا شعب وهم شعب فعلا. انا يعني هو ده بيعود علينا. انا دلوقتي بودي لابني علاج، بس هو ده اخري. بروح دلوقتي كنت بجيب شنطة العلاج، دلوقتي اقل شنطة علاج ب600 700، وجايبه ايه؟ مضاد حيوي كده بس. ويعلم بيخش لابني ولا ما بيخشوش؟ حد يعرف اللي انا بقالي 7 سنين ما شفتش وش ابني؟ ها؟ ما انا والله العظيم، انا والله بقالي 7 سنين ما زرتش ابني. ها؟ حد حاسس بينا؟ حد حاسس بحرقة قلوبنا؟ ها؟ ما حدش حاسس بينا. دلوقتي كله طالع، الزيت، السكر، الطعمية، القرص بجنيه. خليهم يشربوا، خليهم يدوقوا، خليهم يحسوا. والله مهما يعمل ما هيحسوا ربع اللي احنا حاسينه. حسبي الله ونعم الوكيل. وربنا ينتقم منه هو واللي أيده واللي فوضه. حسبي الله ونعم الوكيل وشكرا. ما هو بعد كلام أم حازم مفيش كلام تاني يتقال، خلاص، صباح الخير.